شاهدينا اهلا بكم نرحب بكم في حلقه جديده من برنامج منظمه التحرير الفلسطينيه حاضر ومستقبل في هذه الحلقه نتناول دائره جديده من دوائر المنظمه دائره حقوق الانسان والمجتمع المدني احدى نتائج اجتماع اللجنه التنفيذيه المنتخبه في المجلس الوطني الثالث والعشرون كانت تاسيس مؤسسات جديده لكي توائم العصر توائم احتياجات الشعب الفلسطيني هذه الدائره لاهميه وجودها سوف نتحدث مع الاستاذ مع الاستاذ احمد سعيد التميمي عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه رئيس هذه الدائره اهلا وسهلا فيك يا مرحبا اول شيء بنقول احنا الله يكون في عونكم على هذه المسؤوليه الكبيره حقوق الانسان الفلسطيني هناك قدمتم الرؤيه قدمتم الرساله والمهام والاختصاص مسؤوليه كبيره لمتابعة حقوق الانسان الفلسطيني، متابعة حقوقه بشكل عام وحقوقه الفردية أيضاً. منظمة التحرير الفلسطينية تتابع من خلال هذه الدائرة حقوق الانسان الفلسطيني في الداخل وفي جميع أنحاء العالم. في البداية اسمح لي أن أسألك ما أهمية قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل هذه الدائرة، دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني؟ أولاً يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أطل على أبناء شعبنا في الداخل والخارج وأن أتحدث معهم فيما يتعلق بمجال هذه الدائرة الحديثة المهمة نعم. أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري صدق الله العظيم أتوجه من هذه الشاشة التي أحبها وتحبنا وتطل علينا في كل يوم من جديد أن أتوجه إلى أرواح شهدائنا الأبرار بالرحمة وأن أحيي أهاليهم وأبنائهم ونحن نقول لهم إننا معكم ولن ننساكم وأتوجه إلى إخواني وراء القضبان نعم الأسرى الذين نعيش في ظلالهم لنهضة هذا الشعب في مواجهة المخططات نعم التي لا يتحملها شعب إلا الشعب الفلسطيني نعم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون نعم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس نحن كشعب فلسطيني شعب في حركة دائمة ومستمرة من أجل مواجهة قدرنا في هذه البلاد هذه البلاد المباركة التي لا يوجد في العالم مثلها وخلقت ل تكون مسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. التي زويت الدنيا من أجله والتي م. عرج منها إلى السماء دي. ورجع في منها بالصلاة وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. في ساحات المسجد الاقصى نعم. الذي نضحي من أجله بكل غال ونفيس لأن, نعم. لأن رسولنا صلى بكل الأنبياء نعم. ويقال بأنه صلى ب وعشرين الف نبي في هذه البلاد. اثنين فيها مقام سيدنا ابراهيم الخليل ابو نعم. الانبياء. فيها بلد الخليل الرحمن التي انطيت للصحابي الجليل تميم بن اوس الداري من رسول الله. نعم. مجموع هذه الاشياء تشكل فلسطين التي تستحق منا التضحيات تستحق منا الرعاية والعناية تستحق منا أننا في كل يوم نعم. يجب أن نستحدث دائرة لمتابعة أمورنا دائرة حقوق الإنسان تمس كل إنسان متى نعم. استعبدتم الناس وقد ولد ولدتهم أمهاتهم أحرارا, أحراراً. نعم. من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مرورا بعمر بن الخطاب الذي أمر الجيوش حينما كانت تذهب لافتتاح المدن وإدخالها إلى الإسلام ألا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا تقطعوا شجرة لا. وحافظوا على الإنسانية لكل من تذهب إليهم وها نحن الآن يقتل شعبنا وتخلع أشجارنا وتهدم بيوتنا و تسمن المستوطنات وتنشأ مستوطنات على أراضينا التي هي ملك آبائنا وأجدادنا من عهد الكنعانيين ونحن أصحاب هذه الأرض نعم. كذبة خرجوا بها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض نعم. وصدقوها ولكن هيهات نعم. الرجال الرجال بنيت منظمة التحرير الفلسطينية ابتداء لتكون النواه الحقيقيه لنضالات شعبنا والتي استمرت بحمل الرساله رغم كل الافاعيل وكل المؤامرات التي احيكت بشان هذه المنظمه نعم وصارت عبر الطريق الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه باننا في كل اجتماع لمجلس المجلس الوطني يكون هناك تجديدا بعد دراسة احتياجات أبناء شعبنا وهذه الدائرة التي أعتبرها من أهم الدوائر التي ستعمل على خدمة أبناء شعبنا لا فهي في تدخل في كل بيت تدخل في كل مدينة لا تدخل في كل قرية تدخل في كل قلب من في قلوب أبناء شعبنا لا يجب أن نعمل جميعا بتضافر الجهود على أن نأخذ بيدها وها نحن اليوم بعد ان وضعت اللمسات الاولى لا. لانشاء هذه الدائره والذي ساتعاون فيها مع كل اطياف ابناء شعبنا لا. وكل من يعمل في مجال حقوق الانسان في الداخل والخارج سواء على مستوى ابناء شعبنا او على مستوى العالم العربي لا. او على مستوى العالم الدولي لان قضيتنا يجب ان تبقى مطروحه على بساط العالم وفضح كل الممارسات التي يمارسها الاحتلال نعم إيه يعني سياسه البرنامج التقينا بحضرتك مع ان هذه الدائره حديثه جدا لكن لاهميه فكره انشاء هذه الدائره وهذا التخصص في دائرة منظمه تحرير ارتئينا ان تكون من اوائل الحلقات طب اذا نتحدث في بشكل عام ما هي الاهداف الرئيسيه ما هي العناوين الرئيسيه في هذه الدائره نحن نعيش في كل يوم مأساة مع هذا الاحتلال. انطلاقاً من مدننا في جنين مروراً في الوسط نابلس والكرم قلقيلياً وباس كل المدن والقرى إلى أن نصل إلى الخليل في الجنوب ومن ثم أيضاً إلى رفح في جنوب الجنوب. نعيش مأساة مع هذا الاحتلال الذي لا يتمتع بالانسانية. رغم أننا نعيش في القرن الواحد وعشرين يعمل كما قلت على ممارسة كل أصناف العذاب التي يخطط لها ونحن نواجهه في صدورنا إذا كان يظن هذا الاحتلال أننا سنتخلى عن أرضنا وأن نتخلى عن حياتنا التي نوفرها لأبناء شعبنا رغم ضيق الإمكانيات إلا أنه خاسر في تقديره لعقليه ابناء شعبنا. نحن اذا ما نظرنا على التعليم الذي يعتبر من اهم الانجازات في وطننا اننا نفوق الاحتلال رغم امكانياته الكبيره في التعليم ابتداء من الاول ابتدائي الالزامي مرورا بالماجستير والدكتوراه وها هي جامعاتنا في كل الوطن وكذلك أبناؤنا في الخارج نعم. لم يتركوا التعليم وإنما حافظوا عليه ويتفاعلوا معه وأيضا أوجه كلامي إلى إخواننا في الشتات نحن معكم دائما وأبدا نعم. نحن فريق في إنجاح هذه المنظمة التي تحتضننا جميعا ونقول لإخواننا في قطاع غزة تعالوا انضموا إلى هذا الصرح الكبير الذي يتسع لنا جميعا وأن نواجه هذا الاحتلال في ظل أصعب وأدق الظروف ولا تأخذكم من يتحدث معكم بالنواحي الإنسانية النواحي الإنسانية نحن الذي نعمل عليها ونحن الذين نرعاها لأبناء شعبنا فتعالوا معنا حتى نلغي هذه الكلمة الانقسام والانفصال وان نواجه قدرنا مع هذا العالم الظالم الذي يديره ترامب وتنياهو ويظنون انهم يستطيعوا ان يقفزوا على ما نواجهه من قدر في رعايه ابناء شعبنا نعم طيب اسمح لي اسمح لي سيد تميمي الان هذه الدائره هناك على العديد من الاهداف كما ذكرت في ما قدمتم انتم للجنه التنفيذيه منها رصد وتوثيق الانتهاكات منها ايضا متابعه كل ما يتم من استشارات قانونيه للضحايا ايضا رفع مستوى الوعي بحقوق الانسان، تعزيز منظومه القوانين في فلسطين، تطوير العلاقه بين مؤسسات المجتمع المدني، يعني لغايه اليوم كان هذا دور المؤسسات المجتمع المدني دور الان اوز اليوم منظمة التحرير الفلسطينية سوف تكون الرائدة وسوف تكون أيضا يعني الغطاء لهذا المظلة هذه هذه الحقوق كيف سوف يتم وضع برامج من أجل تحقيق هذه الأهداف اللي وضعتموها أنتم في هذه السياسة أخ علي تفضل يعني كان هناك في مؤسسات وما زالت لحقوق الإنسان نعم. والمجتمع المدني صحيح لكن العمل كان مشتتا كل يغني على ليلاه جاءت هذه الدائرة التي لم تولد من فراغ وانما بدراسات ادت الى وجود هذه الدائرة. هذه الدائرة سوف تعمل يدا بيد مع كافة مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني واللي في ذهني انا شخصيا ان نعمل مجلسا يضم اخوان لنا من الذين يمارسون حقوق الانسان والمجتمع المدني واليوم أعطيت توجيهات لدعوة مجموعة من هذه المؤسسات لنجلس معا ونعمل على ترتيب أمورنا نعم. ولا تنسى أننا الآن في مواجهة آه هذه الصفقة التي, التي يسمونها صفقة القرن نعم. والتي لن يقوم لها قائمة أننا سنتوجه وتوجهنا إلى آه منظمة العمل الدولية نعم. مع دائرة دوائر حقوق الإنسان الدولية نعم. على المحاكم الدولية نعم. لفضح ممارسات هذا الاحتلال وسوف ننجح في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يقر أعماله أي جهة في العالم تتمتع بالإنسانية والخلق الكريم نعم. مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود لكم مشاهدينا نعود من جديد لمتابعة هذه الحلقة لنتحدث عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية وضيفنا الأستاذ أحمد سعيد التميمي البايو... يعني حقوق الإنسان ليست في مكان محدد ليست خارج الأسرة وداخل الأسرة فقط ليست في المؤسسة وفي السلطة وفي الخارج حقوق الإنسان هي منظومة محلية وعالمية في البداية نتحدث عن حقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية في أراضي السلطة الفلسطينية في دولة فلسطين المستقبلية كيف تنظرون إليها يعني أنتم منظمة التحرير الفلسطينية أنتم الذين تشكلون الحكومة كيف تنظرون إلى الممارسة اليومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان أخي الكريم أولا أترحم على رئيسنا أبو عمار رحمه الله رائدنا ورمز قوتنا وأحيي أخانا فخامة الأخ الرئيس أبو مازن الذي استمر على النهج الذي كان عليه الأخ أبو عمار لا الأخ أبو عمار كان الإنسان الأب الحنون صاحب القلب الكبير لكل أبناء شعبنا لا كان لا ينام الليل وهو يفكر في احتياجات أبناء شعبنا كيف يعمل على صد هذا العدوان البغيض ويعمل على التفاف أبناء شعبنا حول قيادته أنا عملت وكيلا لوزارة الداخلية ومنها كنت أمارس أيضا مهام وزير الداخلية عملنا على أن نكون الصد الحنون لأبناء شعبنا وبالفعل سلطتنا جاءت لتخفف الآلام سلطتنا جاءت لتوفر الاحتياجات في ظل اصعب الظروف وضيق الامكانيات طبعا احنا نتوجه لاخواننا واشقائنا اخواننا في العالم العربي والى اصدقائنا في العالم الذين يعملون على متابعتنا ومساعدتنا للتخفيف عن ابناء شعبنا لانه والله يا اخ علي ما يتحمل ما نتحمله كشعب في العالم وهو آخر احتلال إن شاء الله وسيزول سريعا ولذلك أنا أتوجه إلى إخواني في قطاع غزة نقول لهم لن يكون هناك دولة بدون غزة لن يكون هناك دولة بدون غزة فتعالوا نعم لحضن منظمة التحرير الفلسطينية لنعمل معا يدا بيد ونحن قدمنا الكثير لأبناء شعبنا في قطاع غزة وسنستمر رغم ضيق الامكانيات وتجفيف كثير من القنوات الان للضغط علينا حتى نرضخ لكن هيهات نعم. مع من يعملون مع اي شعب هذا شعب فلسطين القادر نعم. على مواجهه هذا الاحتلال بصدوره العاريه نعم فهنيئا لابناء شعبنا الذين هم يواجهون هذا الاحتلال نعم تحياتي الى اهلنا في قرية الخان الأحمر، نعم. وفي كل الأماكن في الغور الذين يواجهون هذا الاحتلال بصدورهم، وهي المنطقة الحامية الشرقية، نعم. الحامية للقدس، ولن يكون للقدس إلا هي إلا أنها هي عاصمة فلسطين. شاء من شاء نعم وابى من ابى نعم تجاوز حقوق الانسان والاعتداء على حقوق الانسان يعني صوره ماثله امامنا حاليا في الخان الاحمر وجهود المستعره الاسرائيليه لتفريغ هذه المنطقه صحيح. يعني بالعوده الى سؤالي معالي الاستاذ تميمي يعني هل البرامج المستقبليه في هذه الدائره سوف تكون في تعاون مع الحكومه من أجل متابعة قضايا حقوق الإنسان يعني هي منظومة من القوانين منظومة من الإجراءات التي تتم من العديد من السلطات كيف تنظرون إلى هذا التعاون أو التلاقي مع الحكومة من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان الحكومة هي جزء من منظمة التحرير الفلسطيني نعم وهي كبرى المؤسسات في منظمة التحرير نعم والتي ترعاها منظمة التحرير وتمد لها يد العون نعم. في كل المجالات سواء برفضها بالكوادر العليا سواء برفضها بالإمكانيات المتاحة والحكومة تؤدي دورا بارزا في خدمة أبناء شعبنا نعم. في كل يوم نحن عبارة عن منظومة نعم. متكاملة في خدمة أبناء شعبنا نحن سنولي هذه الدائرة العناية والرعاية التي ستدخل في كل بيت نعم وفي كل حارة نعم وفي كل مدينة وهذا ما نحتاج نعم وهذا ما نحتاج نعم وسنذهب بعيدا هناك نعم إلى أهلنا في الشتات نعم لنقف على كل معاناتهم واحتياجاتهم نعم وندعو الله العلي القدير أن يمكننا ماليا وإداريا وقانونيا نعم. في ان نحمي مكتسبات ابناء شعبنا، والله يا اخ علي نعم. انني كما اراك ارى ان دوله فلسطين قائمه ان شاء الله نعم. شاء من شاء وأبى من, أبى. وابى من ابى بالعوده الى ما ذكرت متابعه شؤون ابنائنا ابناء الشعب الفلسطيني المهجر في الشتات يعني نزحه بعد نزحه نكبه بعد نكبه النكبة من فلسطين إلى سوريا ولبنان، ثم الآن من سوريا إلى إلى جميع أنحاء العالم، ومن لبنان أيضاً ومن جميع الدول التي فيها يعني ما يسمى بالربيع. الآن ما هي الطرق أو العلاقات التي ستبنونها مع المؤسسات الدولية من أجل متابعة وحفاظ وصون حقوق الإنسان الفلسطيني التي يعني تتعرض في العديد من المناطق إلى الحقيقة بقسوة إلى التنكيل وإلى العيش بأب أقل مما يعيش أي إنسان في جميع حال العالم من أولى الأولويات أو التي عملت عليها نعم أنني خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بمخاطبة كافة سفرائنا في العالم نعم. وإلى وزاراتنا وأنا أقول لك يا أخ علي النكبات تلو النكبات تؤدي إلى قرب الزمان وإلى الفرج العظيم إن شاء الله كما قلت لك نعم. أني يعني متفائل جدا في هذه الدائرة نعم. وأثمن الجهود التي بذلت لإنشائها نعم. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أننا نتلمس احتياجات شعبنا ليس فقط على مستوى التفاعل اليومي وإنما على مستوى التفاعل الدولي نعم. مع كل المؤسسات الدولية، اضحك ترى أمريكا وإسرائيل تهرب من منظمات حقوق الإنسان نعم. لأن العالم كله يتفاعل لكشفها، نعم. فلا تستطيع أن تبقى جالسة وهي وهو يكشف أمرها في كل يوم، نعم. وسوف نتابع بشكل دائم ومستمر نعم. هذه المنظمات الدولية. وهذه المحاكم الدوليه نعم. حتى نصل الى حقوقنا إيه اسمح لي اني اتمنى والساده المشاهدين ايضا يتمنوا لهذه الدائره حقيقه القيام في واجبها المامول القيام يعني وانا انظر الى هذه الـ هذا الـ ما وضعتموه وما قدمتموه للجنة التنفيذيه حقيقه هو عمل كبير عمل رائع نتمنى ان نراه تم تحقيقه على ارض الواقع محليا وفي جميع انحاء العالم من اجل خدمه حقوق الانسان الفلسطيني، حقيقه هذه الدائره من الدوائر الهامه انا انا اتوقع ان يكون لها نجاحات كبيره ونامل ان يكون هناك الكادر الفلسطيني والدولي ايضا يمكن ان تتعاونوا ايضا مع كوادر عالميه وخبراء عالميين من اجل انهم يحققوا ويتابعوا القضايا الفلسطينيه. مشاهدينا يعني تحدثنا في هذا هذه الدائرة كما ذكرت سابقا برغم حداثة هذه الدائرة إلا أننا تحدثنا وجعلناها من أوائل الحلقات من أجل متابعة حقوق الإنسان الفلسطيني، قضايا الإنسان الفلسطيني محليا وعالميا ونحن الشعب المقهور، نحن الشعب الذي تهان ويعني تداس وأيضا تنتهك حقوقنا في كل المواقع الإسرائيلية في كل تحركاتنا ولكن هذه الدائرة إن شاء الله سوف تعيد للإنسان الفلسطيني حقوقه ورفعته شكراً لكم المتابعة وتابعونا في الحلقات القادمة نتحدث عن دوائر أخرى